المتابعين، بنطلب من الجميع شوية هدوء لأنه اللي على الأول هون مش عمالهم بيسمعوا منيح، كمان من الجدة اللي ورا. متابعين مع المشترك رقم 12، دارت الأيام يؤديها مران حديد. Thank you.
قدرتش أصبر يوم على بعض الصبر عايز صبر الوحيد وما قدرتش أصبر يوم على بعض الصبر عايز صبر الوحيد والوحد مقدرش على بعضي حبيبي مقدرش على بعضي حبيبي أنا ليا مين أنا ليا مين 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 شكرا. يعطيك العافية يا موران. موران المشترك رقم 12 للتصويت. خلينا نسمع. يعطيك العافية موران. خلينا نسمع رأي الفنانة أصالة. الله يا موران الله. أول إشي وقفة فنان، كنت اليوم أصلاً فنان أنت، بعدين نقيت أغنية لكوكب الشرق اللي هي بدها كثير كثير تركيز، اللي بده يكون عن جد فنان بس يسمع هاي الفنانين هاي العمالقة. بعدين أنا شفتك خطفت في الإيقاع لما قلت شو قلت فيها؟ قابلني؟ لا مش بقابلني، بعد قابلني. أما كان إشي بجنن، قدرت تتحكم في الإيقاع، قدرت تخطف في الإيقاع، هاي أهم إشي. وغير هيك بس بدي أسمعك في هاي الأغاني تغني وخليك هيك متألق زي اليوم. بدي أقول لك أوعيك حلوات كمان يا موران. موران أوعيك حلوات كتير. أصالة اشتركت في مهرجان وأنا كنت رئيس لجنة التحكيم. أصالة فنانة كبيرة طبعا اليوم، تحية لأصالة كف. أما أنا بدي أقولها جملة. يا بنتي الله لما كبير صرتي يا بنتي لما كبير صرتي حطيتك تحت جناحي خبيتك ترتاحي وكبيري هلأ صرتي انت جناحي. أحلى تحية أحلى تحية للفنان سمير أبو فارس والفنانة أصالة. يعني أنا كنت بدي فاجئك، بدي أطلب منك تقول إشي، أنت فاجئتني اليوم. عم بيقولوا لا أنا بدي أقول إشي. صوت الأستاذ سمير طبعاً بعتبره في مثابة باي، صوته مثل القصب كل ما عتق بحن. يا عيني وين التصفيق وين؟ عم بيقولوا لي هون الفنان عتاد غنى والفنان سمير غنى، ظلت أصالة. أصالة بدها تقتلني قتيل موت تعود يا فادي اللي طلب مني. شو في الآخر؟ في آخر حلقة ولا في آخر حلقة اليوم؟ في آخر حلقة اليوم سمعتوا؟